والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا فيديو جديد من قناة دايموند جيمنج. أبقى أقول لكم عن هذا المقطع، يعني أساسا أنا مخطط له، أنا بس قررت أصور بالصدفة، وإن شاء الله هذا المقطع يعجبكم. وبس هذه كانت مقدمة على السريع، واستمتعوا في المقطع. لا تستدعوا الإخوان فلسطين. أبوني عند الكاميرا. إيه تأكد من بوني اختفى. الساعة 3 هي الساعة لسه 3. ايه الغر؟ ايوه بات 4. ايه وش هالحالة هادي اللي انا عايشينها؟ يا ربي وش هالحالة هادي؟ مش موجودة للأسف. هنا قرر التصوير عن يكون ابن شاورما وما صور. هو بيجي الواحد واحد بس من هنا، يا أنا يا أنت. أنا ما راح أشيل صباع عن أيقونية البوكس، لأن هي واقفة عندي مش بتتحرك، زي دايرة زي ما هي، فأنا مش عاوزة خاطر وأسيبها. منجل زي ما هي. زي ما فوكسي زي ما لا، نحن لازم نركز على فوكسي بالذات. الفلتر البلنبوي ما فيهوش فيها لازمة إلا أنه ياخد منك البطارية، لأنه ابن شاورما. A few moments later. طيب لا الساعة كم؟ البوكس 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 تنانان تن تنان. في حد اتحرك ولا لا؟ استناها بس اعبي البوكسنج. لا بوني اتحرك. توي بوني توي بوني توي بوني توي بوني توي بوني اتحرك. ايوه مش القناع مش دلوقتي. قول لي لما يجي بسرعة. انا ببص على الانوار. فنتات قالي اسمي. لا هو كمان هو وتي. هو راح جاينا من البنت. ايوه جاينا هو عنده. انا بس خايفة على البوكس. سمع صوته صوت التنين تنين. ها حط الماسك. روح يا ابني. راح يا ابني روح. انا عاوز البوكس. شايش بتموت معايا صح؟ يودد انا بقيت روح هدخل في منجل.
كاميرا رقم منقل رقم منقل بسرعة. قالك بوني قالك بوني قالك شيل الماسك. تيكا قتلك من البنت. ثاني اللي انت منورها العشمان. ايوه هي واقفة هنا مكانها وبوني كمان واقف وراها. انا ماني مهتمة اذا فزت او خسرت، المهم ان واحد مننا يفوز. فريدي فين؟ قدامك. بسرعة ماسك بسرعة. وتيكا كمان قتلك. البوكس انتوا روحوا، انتوا ليه كده واقفين؟ ايوه بسرعه شيل القناع حط البوكس بسرعه. بص على تيكا بص عليها، هي عندك لسه. بسرعة بص، هي لسه مكانها. خلاص لسه مكانها. طيب افتح النور بس افضل فتحه وسيبنا اشوف اذا هي موجودة ولا. بوني لا مش عندك راح اقفل البوني. مارينيت امشي مشت يلا بسرعة. شوف بوني قالك لا، واقف مكان. واقف مكان قالك فريدي. هيجي اهو خلصنا. يس انت فين. طب بص نكتفي بكده. ايه انت عاوز ايه من مانجي؟ المهم يلا نكتفي بكده ونطلع. واتمنى اقول لكم يا شباب ان شاء الله يكون المقطع عجبكم، ما تنسوا تحطوا لايك واشتراك وبس.